أهلا بكم إلى فقرة أنا أرى. في هذه النشرة نستعرض معكم أبرز المشاركات التي وردتنا عن موضوع نشرة اليوم، وهو الذكرى الثالثة لمجزرة الكيماوي. نبدأ فقرتنا بهذا الفيديو الذي يروي صمود الأطفال السوريين أمام غارات الأسد، حيث نرى هذه الطفلة السورية وهي تحكي قصتها مع القصف بالمواد الكيماوية التي طالت مدينتها وتنهي كلامها بابتسام. نتابع. وإلى الصور، حيث أرسل لنا عبد الحليم طاووس صورة يظهر فيها أطفال سوريا بعد أن قصفت القوات السورية الغوطة الشرقية بالغاز الكيماوي المحرم دوليا قبل 3 سنوات. وفي نفس السياق شاركنا أحمد أرموز بصورة لانتشال أطفال قضوا اختناقا بسبب القصف الكيماوي المميت من قبل قوات الأسد، ذكر فيها عبارة: كيف نفرح وأطفالنا يختنقون بالكيماوي. وأيضا وصلتنا هذه الصورة من عبد الحليم بكرو من سوريا لمظاهرات قاموا بها أهالي مدينة دوما في ذكرى مرور 3 سنوات على مجزرة الكيماوي، حيث خرجوا حاملين لافتات كتب عليها 3 سنوات مرت والمجرم طليق. والاطلاع على المزيد من المشاركات التي يرسلها إلينا مستخدمو تطبيق أنا أرى من أنحاء العالم يمكنكم زيارة صفحة أنا أرى على موقع العربية .net. كما نذكركم أنه بإمكانكم أن تصبحوا مراسلين لقناتي العربية والحدث من خلال تحميل تطبيق أنا أرى على هواتفكم الذكية.